مرحبا، اليوم بدي احكي بال باتش سكريبت مثلا اللي بينتهي بالدوت بات. حقيقة الدوت بات هو على ما يبدو هو مجرد يعني كأني عم اشتغل بالكوماند برومت. عن جد كأني عم اشتغل بالكوماند برومت، قلة فرق يعني. هيك شوي اللي اشتغل فيه لتي صغيرة، اشتغل فيه بسيط إلى حد ما. يعني كان واحد عم يشتغل على كومنت برومت مثل ما قلنا، قلت اسكرها لهي كتير منيح. فإذا عنا فايل سميته مثلا اي دوت بات موجود هون بهيدا ال فبدي اعمل بوز هلا بس شوي. طيب، فكنت عم بقول انه هو حقيقة مثل ال سي ام دي كوماند برومبت. هلا هذا مجرد بات فايل، في يروح على البات فايل مثلا اسمه اي دوت، هيدا مثلا اي دوت بات. طبعا في اعمل دبل كليك عليه، اذا بعمل دبل كليك عليه مثلا اعمل دبل كليك على هيدا مثلا اف دوت بات. فهون والله راح على ويندوز سيستم 32. كنت مفتكر انه راح يقلعوا من هون، يعني هذا الكولر يعني الكولر باث، كنت مفتكره راح يكون هو ذاته هذا. الصراحة ما بعرف شو السبب، راح حط كنترول سي وسكره إذا terminate batch. إنه يلا ف اش بالبات كمان لا 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 كولر منو، لا لا البرنامج هو سي ام دي اكس بس الكولر منه هيك. الكولر هو فعليا كل هيدا الباث مثل ما انا قلت قبل شوي. مثلا حتى انا تنعمل مثلا ايكو سي دي اي، خلينا نعمله رام، رام يعني مثل الكومنت. ف كمان رام مثلا على حياتا هيدا بس بقلبه سطر واحد مفيد. هين سيفته كمان هذا الايلود بات، هتا نفتحه مظبوط. هو بياخد الباث الكولر باث صار هو هذا. هلا هو حقيقة هذا الباتش فايل هو شوي فزلك، يعني انه حقيقة هو شو بيعمل، ما هو يعني بدل ما تكتبهم انت سطر سطر بالكومند برومبت، فانت عم تروح على الباتش ومجموعة الاسطر هاي عم تحطها. ما في شي تحفة يعني بالموضوع الصراحة. يعني اللي بيتعلم على الكوماند برومبت كيف يشتغل فيها خلص، كانه تعلم قصة الباتش وهي. طيب هون هو حقيقة بحطهم سطر سطر، فأول شي لما أنا قلت له ايكو هو فلاشن. هذا السي دي هو هذا الكرنت دايركتوري مثلا للكولر. حتى نتأكد إذا بلا للكولر، محل ما للكولر. هلا مين، طب الكولر مين قال له الباث للكولر؟ حقيقة هو باي ديفولت بيجي بياخد الباث للكولر، هو ذاته الباث للمحل ما موجود الفايل. يعني أنا الفايل تاعي اسمه اي دوت بات، موجود بهذا عند الاكسبيرمنت هذا. فهذا باي ديفولت هو بيجي بياخده الكولر باث. وهي حط عمل له ايكو، رجع بعدين رام ولا شيء. هلا حطها للرام بس هي بالنهاية كومنت، ما بشي كمان رام هي كومنت. و بوز، وبعدين بقول لك بريس اني كي تو كونتينيو لانه حطيت بوز. فهذه هي القصة. هلا نلقي نظرة على
لازم بدي اغير. واللي زديته انه طالما انا عم بشتغل كاني كوماند برومت، وانا في غير الكولر باث، يعني اذا بعمل هيك الكولر بصير هذا الباث الجديد. وهذا الباث انا لقيته له اهميه اكثر من، يعني اكثر من، يعني الي مصلحه اني اخلي الباث هذا الاهم، هو سيستم 32. هون بحطه سي ويندوز مثلا وسيستم 32. هات نجربها. يلا هات اعمل دبل كليك هون، نيلو البار هي حطه هون، كان الكولر هون سي دي لهاي. نرجع بعدين هلا حول غير. وهذا هي الشغلة مهمة. ليش مهمة؟ لأنه إذا أنا هون بقول له مثلا تايم أوت يعني مثل الديلي، فهون إذا بقول له تايم أوت مثلا 5 يعني 5 ثواني، حقيقة للأسف ما بياخدها لسبب ما، ما بياخدها. فهون رح ألعب، هي عمل تايم اوت 5، قال لي تراي تايم اوت فور مور انفورميشن، يعني ما بيعرفها. بعتقد السبب هو انه هيدي التايم اوت هي فانكشن موجودة بالويندو ومنها منضافة للباث. هذا هو التبرير. هيدي الفانكشن هو بالحقيقة هذا برنامج اسمه تايم اوت تول او سوفت وير شو عارفني. فالظاهر ما بيعرف تراي تايم اوت هذا فور مور انفورميشن، ما بيعرفه. يعني مثلا مش بس تقول له تايم اوت، قول له اي شيء، قول له تايم اوت تي 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 مثلا، حتى نشوف اذا حيتصرف نفس الشيء. لا 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 لا، بيعرفه بس ما عم ياخده. لا بيعرفه بس ما عم ياخده. ايه هيدا ايده الباب. بيلي تراي تايم فور مور انفورميشن، لسبب ما عم بينفذ مثل ما لازم. هو لازم ينطر 5 ثواني يرجع بعدين يروح على السطر اللي بعده. بقى هيدا هي الفكرة. طيب ولكن اذا انا بروح على الكرنت دايركت او الكولر دايركتوري مثلا او الكرنت دايركتوري، اذا بقلبها لهاي وهون بقول له تايم اوت 5، بيمشي الحال. هيدي قبل البوز، اوكي هيدي قبل قبل حتى قبل الرام، مش بس قبل البوز، قبل الرام اللي هي مالها طعمة طبعا، بس انه هات نشوفها. هي هيدي قطعها بس راح على هاي، عم ينطر هلا 5 ثواني، رجع بعدين راح على الرام، بعدين راح على البوز، بدي براس اني كيد كونتينيو. فانا لقيت صراحة انه في مصلحة انه واحد بأي برنامج باتش انه يروح على هيدا الكولر باث، الا اذا في سبب وجيه. يعني من بعد ما انا اروح على الكولر باث، بضل عندي الفرصة اني اعرف الباث تاع البات فايل محل ما هذا الفايل الاي دوت بات موجود. يعني بضل في عندي فرصة اني اخذ هذا الباث سي يوزرز ديراني داونلودز بلوب اكسبيرمنت. كيف بحصل عليه؟ بواسطة شو؟ بواسطة هيدا. لا هيدا دي بي زيرو. على فكرة لهون هيدي الباك سلاش ضرورية، لأن هو بالوين دايركتوري ما بيزيد الباك سلاش من عنده، بيوصل لعند الدايركتوري. ولكن هون اذا بقول له ايكو مثلا لهاي، ف هات نشوف شو حيكون الباث اللي هون. صيفته انا طبعا. هلا انا كيف في يفتحه بالنوت باد بلس بلس، وفي هيدا الفايل نفسه في اعمل له اديت، اعمل له رايت كليك هون اديت، بيفتح لي النوت باد العادي. بقدر اعمل هيك مش غلط ابدا. انا ما بدي هيك، انا بدي اقلعه، فاقبص عليه دبل كليك مثلا. هي عم ينطر 5 ثواني، قلب على هيدا، نشوف الايكو شو راح يعمل. ايكو لمين؟ لفلشو. يعني هيدا لما انت بتقول له هيدا بكل بساطة ال percentage تلد او ما بعرف بسموها تايل تلد دي بي زيرو، لانه ال percentage زيرو هو في واحد شارحها مظبوط يعني بالستاك اوفر فلو او الهاك.
فبرسنتج زيرو هو هذا الدي والبي، هو الخصائص اللي تابعين لهذا البرسنتج وشو عرفني وهذا. مهم هي هون بنلاحظ حط هو بضيف لهم باك سلاش، فما بعرف اذا بنشيل هاي شو بده. لا ضرورية ما بعرف ايكو ام ان بي شو هي هاي ريكو ام ان بي. في واحد يجرب وبلاها هاي التايم اوت، خلينا نعملها هون رام، وهي التايم اوت اللي فوق اصلا ما عم يشتغل، نعمل له رام. طبعا هلا مش هيك، واحد اذا واحد بده يفتح برنامج بشكل مطمئن بس للعودة لموضوع التايم اوت وهيك، يمكن الافضل ما يعمل دبل كليك على الملف نفسه. الافضل مثلا ما بعرف اذا بتزبط هيك، ران از ادمنستريتور كمان اعتقد بضل بياخد ال، يا عين عليك، احسن شي تعمل رايت كليك ران از ادمنستريتور، يعني بتكون وفرت على حالك موضوع ال، لما بس له ادمنستريتور بياخدك على السيستم تبعه على الباث الاصلي، وهذا هو افضل شيء. هذا هو افضل شيء دائما هيك لازم حد يعمل انا برايي. ايه ف ببطل كتير في داعي لهيدا السي دي، بس هي زت على كل الاحوال، مش حال نعلق على الموضوع. بكل الاحوال هتا هاي نقلعها، بيقول لك دي بي زيرو ما نفذ ال البرسنتج الجاي هلا بس ما فهمه. هي شو كانت؟ كانت تلدون. هون اذا بتقول له مثلا زيرو هيك على الحال سيفتها، طبعا هي بلاها قلعناه. فا ايكو كذا 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 اي دوت بت. اذا بتقول له انا كنت حاط دي بي زيرو وصل ليها للاي دوت بات، وصل ليها للاي دوت بات. اذا بتقول له دي بي هي كانت، تعال نقول له دي على الحل درايف، يمكن بيقول لك اسم الدرايف، ما بدي اعرف هيك. درايف دي يعني بيقول لك الدرايف، والبي بيزيد الباث. اتذكرها هاي. طب تعال قول له البي، البي يمكن هو الريلاتيف باث للدرايف، حتى نجربها ونتسلف. فبي ايه ما بيحط الدرايف، فمشان هيك لازم تقول له دي بي. زيرو بيحطوا كل شيء للباث كله سوا. بي يعني بس بيوصل للباث، لعند الباث، ما بيضيف اسم الملف نفسه. فخليها دي بي، دي بي زيرو هي الصح، ودي بي زيرو بيحط الباك سلاش بالاخر، لانه يعني انت قلت له بي، فالبي بيوصل بيعمل باك سلاش قصدا. وبالتالي انت حقيقة هون تعال نلعب لعبة هيك مهضومة، تعال نقلع ملف جديد اسمه اش دوت بات، نغيره هيدا. تعال نقلع ملف جديد. هالملف الجديد حقيقة حلو هيك، واحد بيقلع ملف من ملف. ما بعرف اذا سيكونشال بعتقد، يعني بس يخلص هالملف. هلا هو في، اذا واحد بده يقلع ملف من بات، بده يقلع بات مثلا من بات، في كوماند اسمها ستارت، بس انا هون ما بدي احط ستارت، انا بس بدي اصلا بدي اعملها هيك ايكو مثلا، وهيتا بهيدا الايكو هيتا نجرب this is ash dot bat. فانا من الايه بدي اقلع القش، وانا هون راح اقول له هيك راح احط هاش دوت بات.
طبعا بهيك حال انا بشجع واحد يشتغل بنوت باد بلس بلس، لانه الالوان لها معنى، واذا واحد حط هون بالغلط باك سلاش منا مشكلة، يعني اذا حتى لو في اثنين باك سلاش ورا بعض منا مشكلة، بس انا ما راح احطها. وجرب قلع هيدا ما غيره الاي، اللي بدي اقلع لي الاتش، فحيكون عندي هيفتح لي، يمكن يفتح لي ويندو جديدة من هاي، من هاي يمكن يفتح لي ويندو جديدة. وهيك نعمل له هون تايم اوت 20 ثانية، تايم اوت 20. على فكرة التايم اوت الى هيدي الى شي هيك مثل باك سلاش تي. انا صراحة ما لقيت تغير اذا بتحط باك سلاش تي ولا ما بتحطها. في كمان اوبشن تاني اسمه نو بريك، نو بريك. هلا اذا بلا نو بريك اذا بتكبس اي حرف بدك بس اني كي بتقطع التايم اوت. مع النو بريك ما فيك تقطعه الا ما تلغي البرنامج كله سوا، بدك تحط تلغي البرنامج بالكنترول سي، بس احنا ما حنهتم لهالموضوع هذا. ف حقيقة ما لها طعم، انا بهي بحسها بزيادة، وهي بالثواني مش بالملي سكند للاسف. ف هات نشوف اذا حيجاوب معنا، لكن انا بتوقع من هالويندو السوداء يفتح ويندو سوداء تاني. فهات نروح لهون، شو عمل؟ بوز ران تايم اوت 5 اشلوت بات ران، ذس از اشلوت بات فايل مظبوط. من هاي راح نفذ هاي، ليك شو عمل، بس راح نفذها قطع كل شيء نسي كل شيء هون. لا هي ذاتها، فاذا للاسف فاذا انت اصلا كنت بال مظبوط، ما هي انت ما هي ما في شيء اسمه باتش، ما في يعني ليش بده يعمل ويندو تاني، ما هيك بيشتغل اصلا، ما هي شو بالنهايه شو كوماند برومبت اتفقنا. ف راح كوع على هيديك ونسي ما كان عليه للأسف. ورجيني. لا 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 لا، اشتغل مثل ما لازم. هي عم ينزل يعيد، ما مشكلة حتى نرجع نعيد شو صار. قلعته، هون عندي اثنين ولا واحد، هيك نشوف واحد بس. اها مزبوط، بس انت بدك تنهي هيدا راح على الاتش، بس راح لهون مجددا، هو ملف واحد. طبيعي يعني احنا كأنه كنا بالكوماند برومت، رجعنا رحنا على واحد جديد. هيدا هي الخطوة اللي أنا عملتها زيادة. هلا راح على الملف الجديد، نفذ، كأنه راح من function لfunction ومشي بsequential programming. فبس تخلص من السطر الباوز بده يروح على time out ويرجع time out. شايف؟ لا شو هاد؟ ليش قبل شوي عمل هيك؟ اكسبير. طيب عاد this is the edge.bat file can experiment run timeout run timeout. بعدين هيدا حطينا الويندوز. سنة رم تايم اوت. مظبوط، انا كنت عامل وحدة هيك. بعدين هون اتش دوت بات بروح بقلعه رم، عم بنفسه حقيقة هو هيك بيشتغل.
بس تخلص بس بيك بوس هيك مثلا. بس ليش يعني هون اذا بقول له echo back to e dot bat file فبس انت كنت بالكوماند برومت تروح تقلع شيء تاني. على كل الاحوال هذا اسلوبه بالتصرف، انا ما بلومه هو حر. احنا مش هيدي الطريقة، اذا انا عن جد كان بدي كفي هون الايكو انا كنت مضطر اني استعمل شيء تاني. بس هون هيدي مختلفة عن هون الران. اذا بعمل هون ران مثلا اف خمسة، انا بقدر اعمل ران من هون اف خمسة بروجرام تو ران، بقول له ران اوكي نفس الحكاية. طيب بكل الاحوال مثل ما قلنا بيعمل دايفرتنج، مش منها فانكشن يعني، مش انه كاسلوب فانكشن، لا بيروح خالص بيروح وينسى مكان عليه. اتأكد بعد مرة انا قلعته مرة تانية بالغلط. تمام تمام طيب مثل ما قلنا في كومنت تانية اسمها ستارت. هون ساعتها بعتقد ورا هاي بيروح بكفي على السطر اللي بعده، يعني بيروح بينفذ هاي يمكن وبينزل على السطر اللي بعده. بس انا ما اشتغلت عليها الستارت فما بعرف كيف حتشتغل حقيقة. بس عن شو خطينا لحد هلا بهالفيديو؟ حكينا عن ال سي دي هي الكولر دايركتوري خلينا نقول، والدي بي زيرو هو محل ما الملف موجود، محل ما الملف موجود. فباي ديفولت الكولر دايركتوري هو باي ديفولت بيعمله هو ذاته محل ما الملف موجود. تمام حكيت عن التايم اوت وجربنا، هي كانت مهضومة فمش بعد في اشياء بدنا نجربها. الاف تي بي هو برنامج تاني حقيقة، كل سطر من هول هو عم يمشي على الكومند براند كومند براند كومند براند كلهم، كل هالاسطر هاي حتى الاف تي بي كمان. فهو هون بيتصل ب بيتصل الاف تي بي، هون هو بده يقرا من ملف معين فحيقرا من هيدا الملف و داش اي بعتقد بيمنع الانتر اكتف مود. بيقدر الواحد ياخد معلومات عن هيدا الاف تي بي من هون، انا سيف تولز تيبس كذا، هون هيدا هي معلومات عنه للاف تي بي كلاينت، هو هيدا اف تي بي كلاينت. اذا واحد عنده شي اف تي بي سيرفر بيقدر يجرب. ومبدئيا هذا ال هاي الأشياء كان بدي أقولها، كان بعد بعض بدي أجرب شغلة بس يبدو إني نسيت شو هي. كان بدي بدي أجرب شغلة. فهيدا ال e dot bat في يسميه مثلا try path، هيك بدي أسميه try path dot bat أحلى. هاش دوت بات خليه this is h dot bat file، ما بيعمل شي مهم هون. f dot bat هون هي اشياء مهضومة حقيقة، هون فينا نعمل مثل loop. ف
فانت بتبلش بالمنيو كذا، بتعمل اللي بدك اياه، تشويس بتاخد انت منه يا اي يا بي يا سي. في عنده شيء اسمه ايرور ليفل، بيقول لك اذا ايرور ليفل 1 راح ما بعرف شو هي. فالمهم بنط، فهيدي الجو تو بنط فيها على الاي او جو، او بنط للبي، او بنط للاند حسب ما انت بتحطها. هيك بتسمح لك، وفيك محل محلات هيك تنط للمنيو، يعني هيك عم تستعمل تعمل لوب هون. ف هاي شغلة مهضومة. بس ايكو اوف فينا نجربها. ست بي انت هون عم تاخد هيدي برامتر، بس هو بالحقيقة انت هون عم تاخد تكون انت عم تاخد منه، ما هن ما هيك بكتبوها هيدا الست. اذا ماي فاري الفاريبل تاعيتك ما هيك لازم تعملها، لازم تعمل هيك. بس اذا هيدي هي المال فاريبل تاعيتك بتعد هيك بالضبط سلاش بي، بعدين هاي، بعدين ايكوال، بعدين تحط البرومبت تاعيتك مثل الانبوت كي وورد بلغة البايثون. بس لا هيدي يعني اسلوب السنتاكس مختلفة، فالفاريبل تاعيتك هي ماي. هلا الكود بالضبط، وات از يور نيم كذا. سيت لوكال اند لوكال ما بعرف شو بتعمل. بالنهاية هيدي هيك لغة برمجية محدودة. هلا هون اللي بيهمني هي الهلو. هلا الهلو جي دوت بات فايل دوت اكس تي. فالفايل دوت اكس تي تعم محي، كنا حاطين فيه هلو بفتكر، دي ال تي اس اف حاطط، خلي دي اس اف. هو لحاله حيمحي وحيحط بقلبه الهلو. بعدين شو عم بعمل هون؟ عم بحط الماي فار اللي هي هاي بقلب، بس بده يحط الهلو بالاول، بعدين بحط التكست اللي انا فوتته هون وات از يور نيم. بعدين done بيبين لي انا. بعدين تايب فايل دوت تي اكس تي، هيدي ولا شيء هالتايب، هيدي موجودة بكل يعني السي ام ديات لازم. فهو بيقول لك شو في بقلبه هالملف. ف حتى نفتح سي ام دي ف اذا بتقول له تايب مثلا شي ملف معين، خلينا نحط الدايركتوري اللي هون، ونحط كمان باك سلاش، خلينا نكتب بدنا نعرف شو عندنا موجود بالاف دوت بات. بالاف دوت بات هي كتب لي اياه كله، مع انه هو بات فايل، ولكن ترجمه كله لتكست، وانه قراه كتكست كانك بس تبين مش اكتر. طيب شو بدي فيها هاي؟ فاذا كنا عم نقول هيدا الاند لوكو، لكن اللوكو يمكن كمان اللوكو فاريبل، يعني هيدا الماي فار لوكو، مش حيتعرف عليها ورا هون. اذا بتقول له مثلا ايكو للماي فار هون افتكر حيروكب. هون احلى شيء تقول له بما انه انت حتفوت اسمك، بتقول له هاي اجان، هاي اجان مثلا اسمك يوسف، هاي اجان يوسف. بس هي هاي هاي يوسف، هاي اجان يوسف بتحطها بقلب الملف، والهلو كمان بقلب الملف. تمام، هيدي اول وحدة هيك، لانه هيدي اول مرة بيعملوا رايت، يعني المفروض انه يمحي كل الكونتنت تاعه يرجع يكتبه. كان في يحط ديليت، كان في محيلة للملف، بس حتى يقبل مثلا محين اذا بدك، بس ممكن ما في داعي لانه بعد الرايت عادة بيعمل اوفر ريدن لالو. فهون افتكر يركب على هاي. هات نجرب جي دوت بات، اقلعه من هون. What is your name مثلا يوسف.
access is denied done. قلت له جي دوت باك صح؟ انا نيت له ايكو اوف مشان هيك اكسس دينايد لهيدا الفاريبل. اوكي فالايكو اوف هيدي بتشيلها. كنت عم شوفها بمحلات عم يحطوا ايكو نقطة، في ايكو اون وفي ايكو نقطة، صراحة ما بعرف شو الفرق بيناتهم. بس اني كي تو كونتينيو، ليش اخذها مرة تانية ما بعرف. خليني اعمل لها رام هاي، وين هاي؟ لا افهم شو قصة ال what is your name، بعدين access denied، بعدين done، access لهاي، access لهذا الملف. ما قدر يكتب هاي هاي اجان بقلب الملف. تعال نشوف شو غير يمكن اكسس دينايت، حتى يمكن انا بفتكر حتى من اول مرة من هون. من هيك انا عم جرب يكتب بقلبه اسمه فايل دوت اكس تي. هاي اجان يوزر، لا والله ليك ما دزه مزبوط. ما هو ما هي كل كومنت مستقلة عن التاني، يعني إذا روكب بكومنت خلص بيقطع على اللي بعده. شو القصة يعني؟ فلازم تمحيه إذا بدك تبلش فيه من الأول. إذا بدك تبلش فيه من الأول لازم تمحيه. هيدي أكسس دينايد بهاي، عن مشكلته بهاي المسكين. ارجع بعدين كفى كفى كفى. والإيكو ماي فار اللي هي افتكر روكب على الارجح، او ما عرف يعملها او شيء هيك. اذا نحط هون رام بالاول، what is your name، تمام مزبوط access denied بهاي رام. هاي اجان يوسف حطها فعليا، بحطها بهاي done echo done done، بعدين بوز. هذا البوز اللي هون. في عندي كمان اكزيت هون، ما بدي الاكزيت. كمان بوز تاني. مهم راح على end local. ما هو بيعملوا هون سطر سطر echo the my var echo is on end local echo. هيدي ما عرف يترجمها، فعمل echo على الحل كأني حطيت echo نقطة. هاي اللي كنت عم بحكي عنه مثلا، ورجع حط pause من جديد. سبحان الله عن جد مس، الواحد عن جد ما بيعرف شو عم يعمل، مس فوضى. طيب بكل الأحوال مرة جديدة access denied لأنه الملف كان رم كذا echo done done pause بعدين echo is on. ما بيعرف هذا الفاريبل، ما بيعرفه لأنه تعرف جوا. هيدي هي قصة الست لوكال والاند لوكال، يعني قصة مهضومة. خلص مشي حالها هاي، والبوز مشي حالها. كان هون هو عامل اكزيت، مانا مشكلة، كان هو لحاله بيعمل اكزيت على كل الاحوال. اما الايكو فما بعرف الايكو نقطة الى قيمة ولا، بس ما بدي اقرا المانوال تاعه على كل الاحوال. What is your name؟ لا انا بديها echo off. ما بعرف شو اللي صار.
هذا هو الفايل، حضل يعمل اكسس دينايد لحد ما تمحي، ما بيسوى هيك. فاذا محيته انت محي من هون ديل للفايل دوت اكس تي. بيقول لك انا كله اكسس دينايد سي فايل دوت اكس تي، بعدين ايكو عنده مشكلة بها. يمكن لازم اقلعه ادمنستريتور. لا 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 لا، هيدي قصة انت لما بتقلعه من هون نوت باد بلس بلس غير ما تعمله دبل كليك، هذا موضوع تاني. لا لا مش موضوع هيك، ما خص تعمله ديليت او لا. خليه ما لا، لازم هو عادة بيعمل لهم ديليت بيرجع لحاله، لأنه طلعوا من النوت باد بلس بلس هون بالاف خمسة، أنا هون بقلعه هيك بالران غير ما هيدا. هلا بيمشي حاله. إذا بدك تريح راسك للموضوع روح على الملف نفسه، استعمل برسنتج تلت دي بي زيرو، مش هيك اتفقنا؟ بي دي دي بي زيرو ليش ما اخدوه؟ ايكو حتى نفتح هذاك الملف اللي هو تراي باث. طبعا اذا بقول له ايكو نوقف شوي صغيرة بس ايه، فكنا نشوف هيدي بس ليش ملونة، ما بعرف هيدي ما عجبني بالموضوع. بكل الأحوال هات نجرب نتسلى فيها. What is your name؟ شو ما كان ال 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 دن مش الحال. بس ليش ملونة للأسف. نقطة نقطة يعني انه اذا بتقول له اون بيكتب كلمة اون، يمكن بس اني يعني كي بنقلع مرة تانية. لا قبل ما تقلع لازم يكون حط عمل ملف جديد ومحى كل شيء و هيدا. برافو اوكي هاي اجان هلا هلا رائع. ف مزبوط ما هو بيحطهم. طب هي هون المشكلة انه انا بدك بوز وبلاقي هاد البوز اللي هون. اوكي تمام تمام ف هاي اجين echo echo on ما شو عم بصير. echo hi again يوسف لها. هيدا الواحد هيدا مش مهم، هيدا مثل هيداك ال شو اسمه type error ما شو error number ما هيدا. منا شغلة عادية هي انه حولها للشاشة، يعني حولها لل console. هيدا error echo هاي اجان يوسف بيحولها للفايل دوت اكس تي. هاي هي صح. اذا بتقول له اون يمكن بس هاي الوحيدة اللي
لحاله. فكلمة ايكو هي ذات ايكو. خلص بس تقول له كلمة ايكو بشي محل رجعنا شغلنا الايكو. تعال هون نعمل له ايكو اوف. ترى ياخدها ولا لازم نحط له هيدي بالاول؟ هات نجرب echo is off، بعدين بيقول لي done. what is your name؟ هاي echo معناتها echo off. ما قال لي هاي اجان، معناتها بعده مطفي يعني ما دور على هاي. هاي بدها تجربة لحالها هاي الموضوع عليكم. خلص بدها تجربة لحالها. فأنا لاحظت أحسن شيء تقول له يا اون يا اوف بشكل واضح. فهون شو كتب؟ كتب echo is off، بعد النيم كتب echo is off. ف ايه فاحسن شيء واحد يكون واضح، يا يكتب يا اون يا يكتب اوف. وراها عمل هاي again done echo off. حتى الايكو اوف حطه وراها نفذ اللي قلنا له عليه. بس في عنا هلو نحن بقلبه. ليش بس في عنا هلو مش لازم يكون في هاي اجان؟ تايب هيدا لازم كان يحطها كلها، كان لازم يحط كل شيء. طب وبلا الايكو اوف شو هيدا؟ قلت له تايب فايل دوت اكس تي. End local or pause. يبدو انه بسبب ما بس عم يطبع اول سطر منه للملف بسبب ما. لا ما بهمني برا طول سيري. نعم هي من المشاكل المهمة قصة ال دي بي زيرو، لأنه بتعملوا ران من هون مشكلة. طيب فتقريبا تسلينا فيه شوي لهيدا. كان بدي اجرب شيء. ايه من بعد اجرب شغلة انه قصة الايكو حقيقة مش هيدا اللي كان بدي اجربه. هون خلص هي بلاها هلو وكمان بلاها هاي ما بيهمني عمري. هون بس هيك هاي اجان هيك على الحال. فبدي اعرف هاي هاي اجان المفروض يبينها لإلي مش ما يحطها بالملف. رح يحط بالملف بس هلو على الحال. خلص هاي بلاها هاي بلاها ما بيهمني عمري. وهاي بلاها وهاي بلاها. نطلع نقلع حاطة هاي اجان وبس. هاي اجان ما بيحطها بقلب هيدا الملف بس هي بتأكد منها. هي منطقية نسكن هيك طبعا بس برضه انا بتأكد. تمام.
تمام، انا فكرت انه بياخدها لانه كنت عم جرب شغلة واستغربت شوي. هيدا هي خبرية كتير حلوة، هيك وقف منه عاطلة ابدا. وبالنسبة ل ريسورس هيك شوي المفيدين، هيدا مهم بس كمان ال FTP، هيدي قصة ال DP0 كله موجود بال Stack Overflow، وهيدي قصة FTP، وهيدي قصة كمان مركز وين تايم اوت حكيت عنه. ال Ping والله ما اشتغل، في بيستعملوا حيلة كمان يعملوا تايم اوت بواسطة بالملي سكند. البوز للأسف بتعمل بوز كامل، البينج بيعملوها لكمان الملي سكند، هي حيلة. وفي عنده خيار اسمه تشويس، ما بعرف شو بيعمل هيدا، تو ديلي انتل، وعلى كل الأحوال هي بالسكند فما بيهمني أمره. البينج جربتها ما اشتغلت، ف بيعمل اللوكال هوست، يمكن هيدي نال لأنه ما بيحولها لحدا أو شو، يعني ما بيطلعه بمحل، ما بيعملها ريدايركشن بمحل. هون انت بتحط قديش بدك، مثلا 5 ملي سكند. هو بس ما اشتغلت، بعتقد حتى اذا بتقلع على هيدا كادمنستريتور كمان ما اشتغلت. فاذا بقلع هون CMD كادمنستريتور، إذا هون بقول له بينج سلاش ان واحد سلاش دبليو، بدي انطر 6000 ملي سكند، ولوكال هوست، وما ريدايركشن النال، ما اشتغل، ما نطر 6000 6 ثواني. فما قدمنا الا تايم اوت مبدئيا. هذا كل شيء، واتمنى لكم التوفيق والى المزيد من التقدم وعلى الاستقلال في حياتكم.